ازيكم عاملين ايه؟ انا حسن المراغي وانت وانتي بتتفرجوا على ديجيتال ماركتنج لابس، معامل التسويق الرقمي. والمعمل ده معمل تسويق محتوى. يعني ايه؟ يعني احنا هنتكلم على السوات اناليسيس، من الحاجات اللي مش بس بتتعمل غلط، هي كمان في مواقع كتير قوي فيها لخبطه. ايه الهدف منها؟ الناس بتعملها ليه؟ احنا بنعملها ليه؟ والاجابه بمنتهى الاختصار، انت بتعملها علشان تبقى عارف انت واقف فين، مكانك فين دلوقتي في نشاطاتك التسويقيه، في تسويقك بالمحتوى، فتتعرف على مناطق القوه او نقاط القوه عندك، نقاط الضعف اللي عندك، على الفرص اللي موجوده والمخاطر اللي موجوده. الاربع نقط دول هم اختصار كلمه SWOT، اللي هم Strengths, Weakness, Opportunity, Threat، اللي هم الاس دبليو او تي، القوة، ضعف، الفرص والمخاطر. لما بنيجي نعمل اي سوات، لما بنيجي نعمل اي تحليل مخاطر او تحليل للوضع الراهن اللي احنا فيه، بندخل التحليل ده بسؤال، سؤال مهم قوي. هو انا بعمل التحليل ده لايه؟ هو انا ايه اللي انا بعمل له سوات اناليسيس؟ طيب ما ده سؤال بسيط جدا، اقول لك لا. ليه؟ لانك هتلاقي في المواقع وفي الفيديوز وفي كورسز، حتى واحنا طبعا بصينا على كل الكورسز اللي موجوده في السوق وعاملين الريسيرش بتاعنا كويس، هتلاقيه بيعمل سوات اناليسيس للبزنس كله. طب ما دي مش وظيفتك، انت بتاع ماركتنج، فهي انت ماركت، دي مش وظيفتك ان انت تعمل للبزنس كله. طب بس انا صاحب بزنس، انا عايز اعمل البزنس بتاعي، وانا بعمل سوات وانا بعمل ماركتنج للبزنس بتاعي، فانا وظيفتي ان انا اعمل سوات للبزنس بتاعي. بقول لك حتى هنا بيتعمل سوات للبزنس، وبنحدد منه الهدف العام للتسويق، او انا عايز اوصل ازاي في الماركتنج بتاعي، وبعدين بنعمل سوات اناليسيس للماركتنج، بتبقى جوه البلاننج بتاع الماركتنج، وبنسال فيها مجموعه اسئله، ويبقى هدفها الجوانب التسويقيه. طب انا ده احدده ازاي؟ اربطه ازاي؟ اقول لك، في كل حاجه من الاربعه اللي احنا هنشتغل عليهم دول، في مجموعه اسئله بتسالها. ففي مناطق القوه او في نقاط القوه، في اربع او خمس اسئله تسالهم. اسمع معايا كده ايه هم الاسئله دول. هتلاقي اول سؤال، ما هي المزايا او المميزات التي لدينا لجعل هدف التسويق حقيقه واقعه؟ السؤال ده اللي قدامك ده هتلاقيه بيتكلم على هدف التسويق. فاحنا هنا بنعمل اصوات لايه؟ بنعمل اصوات لقدرتنا التسويقيه على تحقيق الهدف التسويق، مش بنعمل سوات اناليسيس للبزنس كله. ليه؟ لان ده خطر. خطورته في ايه؟ حاجه اسمها اناليسيس باراليسيس، الشلل التحليلي. ده بيجي منين؟ ده بيجي ان انا ادخل اعمل تحليل، انا مش عارف انا بعمل تحليل لايه، او بعمل تحليل لحاجه واسعه جدا، ففي فروع كتير جدا، فتبقاش عارف تروح يمين ولا شمال، والتفصيله دي معانا والتفصيله دي مش معانا. لكن احنا هنا في الاربع نقط اللي بشرحهم لك دول محددين الاسئله. فيبقى بنقول نقاط القوه، اول سؤال فيها او من اربع خمس اسئله ممكن تسال فيها، ايه المميزات اللي عندك عشان تقدر تحقق الهدف؟ طيب تاني سؤال، ايه هي الادوات اللي عندنا اللي تساعدنا ان احنا نحقق الهدف؟ يبقى اول حاجه المميزات، ايه الادوات اللي عندنا عشان تساعدنا عشان نحقق الهدف؟ خلي بالك السؤال ايه، اسئله كلها ليها علاقه بالهدف التسويقي. وبعدين ما الفروق الفريده التي تساعدنا؟ ايه هي الكومبيتيشن ادفانتج اللي عندك؟ ايه هي الميزه الفريده اللي عندك؟ ايه الايدج اللي عندك؟ السلاح اللي عندك بتختلف فيه في منتجك او في السلعه اللي انت بتقدمها، منتج او خدمه، عن بقيه الحاجات؟ فيبقى المزايا، الادوات، والمميزات الفريده. وبعدين ما هي الموارد اللي عندك، سواء كان الناس او الوقت، اللي تساعدك على تحقيق الهدف. وبعدين السؤال الكبير بقى، كيف يمكننا التاثير على الجمهور الحالي للوصول للهدف او تحقيق الهدف بتاعنا؟ وانت بتكتبه هتلاقي نفسك استفدت من نقاط القوه اللي عندك، لانك هتوظف نقاط القوه اللي عندك علشان تساعدك في الوصول الى الهدف. دي نقاط القوه. نقاط الضعف حكايتها، يعني نقاط ضعف دايما الناس لما تيجي تعملها، وبالذات لو بيعملها البيزنس بتاعه او الفريق بتاعه، فمش شايف، يقول لك احنا جامدين جدا ما عندناش اي نقاط ضعف. فبنقول له طب ابدا بسؤال، ايه اللي ممكن يتحسن؟ ما هي التحسينات التي يمكن نجريها او يمكن ان نقوم بها؟ ايه هي التحسينات اللي انت ممكن تحسنها؟ فتبدا تتعرف على نقاط الضعف اللي عندك. ايه اللي مش ماشي كويس؟ ما الذي لا يسير على ما يرام؟ ايه الحاجات اللي مش ماشيه كويس؟ هتبدا تطلع نقاط الضعف بتاعتك. فده السؤال الثاني. وبعدين ما هي العوامل التي قد تمتص الوقت بعيدا عن العمل او بعيدا عن الاجراء اللي انت بتعمله او الاعمال اللي انت بتعملها لتحقيق الهدف وجعله حقيقه واقعه؟ فايه الحاجات اللي بتضيع وقت عندك؟ ايه الحاجات اللي هي بتهدر فيها وقت؟ ايه الحاجات الروتينيه؟ ايه الخطوات اللي انت لو اختصرتها او سرعتها تساعدك؟ ودي تبقى نقاط ضعف، دي تبقى حلقه ضعيفه
في سلسله الافعال او سلسله الاجراءات اللي انت بتقوم بيها لانها بتمتص وقت. وبعدين السؤال الرابع، اتخيل انه ممكن يكون، ما هي القيود التقنيه التي قد تمنعنا من تحقيق الهدف؟ عندنا حاجه تكنيكال تمنعنا من تحقيق الهدف، فلو احنا مثلا يعني ما بنعرفش، مثلا ما عندناش موبايلات وكاميرات نصور محتوى مرئي، الناس اللي عندنا ما بتكتبش كويس قوي، ليه حلول؟ اللي ما بيكتبش كويس قوي ده يكتب كوبي صغيره ويتفرج على فيديوهات زي فيديوهاتنا او اي فيديوهات تانية بتتكلم، يعني كل حاجه ليها حل. ولكن لما تتعرف على نقاط الضعف في فريق التسويق بتاعك تعمل حاجتين، اولا تشتغل عليها كفريق. لو تطرقت لنقطه في ليها علاقه بالبزنس بالاعمال التجاريه اللي انت بتعملها، طبعا تبعتها للمختصين، تبعتها للمهتم او المسؤول عن الموضوع ده، هو بيبقى الاوبريشن مانجر او ايا كان هو مين اللي في الشركه المسؤول عن الحكايه دي، وتخليك وانت ماشي تبقى عارف فين الاعتراضات، ممكن مين الناس تعترض على ايه، ممكن الناس تشوف ان عندك عيب معين فتبقى عارف ترد عليه ازاي، تبقى عارف تتعامل معاه ازاي وانت ماشي كفريق تسويقي في الحمله التسويقيه بتاعتك. وبعدين ده سترينثز، نقاط قوه، نقاط ضعف. ده النقطه الثالثه، الاوبورتيونيتيز، الفرص. وهتلاقينا اول سؤال بنساله نقول ايه التاكتكس اللي منافسينا ما بيستخدمهاش، التي لا تستخدمها او التي لا يستخدمها منافسينا، المنافسين. هذه الفرص، ايه اللي انا ممكن اعمله غير اللي ما بيعملوش؟ فلو انا مطعم مثلا، المنافسين اللي حواليا في المنطقه اللي انا فيها ما بيستخدموش الدليفري ابس، استخدم انا دليفري ابس. المنافسين اللي حواليا في المنطقه اللي انا فيها ما عندهمش ميزه معينه، مش مستغلين فرصه معينه موجوده بالنسبه لنا زي الدليفري ابس او الفود ابس، الابلكيشنز دليفري ابلكيشنز او الفود ابلكيشنز اللي موجوده. فهتلاقي عندك في حاجه انت ممكن تعملها غيرك ما بيقدرش يعملها او مش عاملها دلوقتي فتعملها قبله. يبقى السؤال، ما هي التكتيكات التي ممكن ان استخدمها لا يستخدمها المنافسين؟ وبعدين نيجي للمخاطر. المخاطر دي هي اي حاجه حواليك قد تؤثر على تحقيقك للهدف اللي انت بتعمله. والسؤال هنا، ما هي ظروف السوق التي تؤثر على تحقيقنا للهدف وجعله امر الواقع؟ وبعدين نيجي للنقطه اللي كنا بنتكلم عليها في الاوبورتيونيتيز، احنا بنعمل ايه ومنافسينا بيعملوه زينا واحسن مننا، واحنا بنعمل ايه ومنافسينا بيعملوا ايه احنا ما بنعملوش. دي الثريتس. طب لما اجي اقول لك بقى ايه، لما اجي اقول لك هتفتكرهم كلهم مع بعض، هفكرك بيهم. بنعمل ايه؟ بنرسم جدول اربع مربعات. الاربع مربعات دول فيهم يمين وشمال، فيهم ناحيه اللي فيها الساعه دي غالبا هتبقى يمينك وانت بتتفرج، فعلى الناحيه الشمال دي هنكتب انترنال داخلي، وعلى الناحيه اليمين هنكتب اكسترنال خارجي، وفوق هنكتب بوزيتيف ايجابي، وتحت هنكتب سلبي نيجاتيف. نبدا نفكر كده، لو على الشمال ده اللي هو الداخلي وفوق ايجابي، ايه اللي عندنا داخلي وايجابي؟ نقاط القوه. يبقى اول مربع يبقى نقاط القوه، تحت شمال داخل، على الشمال داخلي، وتحت سلبي، اللي داخلي وسلبي نقاط الضعف، يبقى دي نقاط الضعف. وبعدين فوق على اليمين ايجابي خارجي، يبقى دي الفرص الاوبورتيونيتيز، وتحت على اليمين سلبي وخارجي، تبقى دي المخاطر اللي بتقابلنا. فتبقى خليك فاكر دايما من الجدول اللي انت رسمته ده واللي مرسوم قدامك. ولو انت بتاخد معانا كورس من كورساتنا، بالفايل ده بيبقى موجود وبتاخده مع الهاند اوت، مع الماده التعليميه اللي انت بتاخدها في الموديول الثاني بتاع التسويق، وعاملين كمان دلوقتي كورس منفصل للتخطيط للتسويق لوحده. فانت لما بتشوف الجدول ده او لما ترسمه دلوقتي انت وانت شغال، فتبقى عارف انت بتفكر. حد قال لك حاجه، لو انت قاعد في تيم بتعملوا الكلام ده وحد اقترح منهم نقطه معينه ان هي دي مخاطر، فانت سالت فيها سؤالين، سالت نفسك سؤالين او سالته سؤالين، هل دي خارجيه؟ لو هي خارجيه تبقى مخاطر، لو هي داخليه تبقى نقاط ضعف، وهكذا. السواد اناليسيس من الحاجات المهمه جدا جدا اللي انت لازم تعملها وانت ماشي، فتطلع لك افكار ويبقى جزء من الاميرجن اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقه التفكير الابداعي، واللي اتكلمنا عليه في الحلقه بتاعه الخمس خطوات بتاعه يونج، عشان تطلع بافكار جديده، عشان تطلع بافكار تسويقيه جديده، تطلع باستراتيجيات للتسويق بتاعك، بتعدي بالبروسس ده. الاثنين هتبقوا موجودين معانا في الكاردز، واللي هي بلاي ليست بتاعت التفكير الابداعي، اتفرج عليها وهتلاقي ان الكلام ده مفيد بالنسبه لك انك انت تعمل فيه سوات اناليسز لو انت بتطلع بفكره والموضوع واقف معاك. الوقت لا يسعنا ان احنا نتكلم على امثله او نتكلم وندي مثال اوسع من كده، ممكن احنا طبعا اكيد زي ما انتم عارفين وبنقول كتير ان الكلام ده احنا كله متكلمين عليه بالتفصيل بالامثله وبتطبق ده، ويبقى ليه اساينمنتس، ويبقى في حد بيراجع الاساينمنت ده معاك، سواء كان في كورس التسويق الرقمي او كورس كتابه المحتوى وتسويقه او كورس التخطيط للمحتوى، الثلاث كورسات فيهم الكلام ده. عايز تعرف اكتر عن التخطيط التسويقي، هتلاقي معانا الفيديوهات دي متكلمين فيها على التخطيط التسويقي والتفكير الابداعي. تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، يبقى مهم جدا بالنسبه لنا، وبيعرف يوتيوب ان الفيديوهات دي كويسه فيساعد على انتشارها. شكرا لحسن استماعكم، وتعالى اقول لك حاجات تانية في الفيديوهات اللي جايه.